طيب، طب هي هي شغاله، المفروض ان هي. طب ايه ال ايه 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 ده؟ ده ده الحام ده؟ اه ده الحام، الضرفه كانت وقعت وبتاع واحنا لحمناها بالمجهود الذاتي يعني، عشان ما يبقاش في منظرها حاجات كتير عادي. هنا في البتاع، وجوز ذاتي يعني، في شرط كتير اتضرب وجوز ذاتي اتصلحت. فاير وجوز ذاتي، جوز ذاتي احلى حاجه. جوز ذاتي احنا لما استلمنا المكان دوت قالوا عايزين كتر نشغل، كتر كتلر هامر. نشغل ازاي بقى؟ ما نعرفش. خد بال حضرتك، يعني لو كان السباك قال لك ان الحمام السباحه يعني بتاع الحاجات دي كل مش يوم شغاله؟ بتاع 30 طن ميه، الحاجات اللي قدامي دي مش شغاله؟ اه عم السباحة بيهدر. معلش يعني، يعني مثلا يعني انت دلوقتي المفروض ان انا لو فضل سقطت مثلا، ما اعرفش اعملها يعني، ولا مش فاهم. المشكلة ان انا ادي اوردر، الاوردر مش عايز يتكلم، مش ماشي. ده عيب كنترول، مش عيب قطع على فكرة. ماشي، عيب كنترول. عايز كونتاكتور بعد 9 سنين راكب وبيشرب في تراب يشتغل؟